تقبل مباشرة معايا على الهاتف الدكتور سامي رمادي. مرحبا بك دكتور. ألو، أهلا وسهلا، مرحبا. يعيشك دكتور سامي. حبيت فقط ناخذ منك إيضاح لسادة المستمعين، لأنه عديد مواقع التواصل الاجتماعي اتناقلت، والمواقع الإخبارية اتناقلت عن طريق ناس عملوا فيديوهات بث حي، فيديوهات مباشرة على الفيسبوك، يقولوا كونوا فما تلقيح للكورونا، يقولوا فما كونوا فما دواء للكورونا. شنية مدى صحة المعلومات هذه سي سامي؟ أنا ما شفتش شو قال، وعلى فيديو عن واحد تونسي انا مشفتوش، ولكن عند المواطن يسموش حاجه الا مش تصنع تلقيح، مش سهل. التلقيح اذا كانوا بشي تصنع يلزم قبل كل شيء تنتقع تجربته على الحيوانات، ومن بعد يتجرب يثبت ان هو تلقيح صالح، يتجرب على عدد معينة من الناس اللي عادة يكونوا دي فولونتير اللي هم الناس متطوعية. بعد ما يصير عندهم التلقيح يصيروا تحاليل على العدد هذا باش يشوفوا نجاعة التلقيح، وإذا كانوا التلقيح ناجع يشوفوا شو المخلفات الثانوية نتاعهم اللي في السودان، وهذا الكل معه باش ياخذ برشا وقت. معناتها كيف تاخذ بعض الكبراء يقول هذا الكل باش يصير نتأكدوا 8-9 شهور عام كامل. حتى إذا كان وصلنا الإنتاج تلقيح راهو هذا بانديمي، يعني وباء باش يمس البشرية الكل. معناتها باش يوصلوا يصنعوا الكميات الكافية للعالم مليارات العباد راهو ماهو ساهل برشا. دونك تفرح تقول هو التلقيح جاء دونك ما نخلوش احتياطات. الحاجة الأخرى أن الناس تكلمت على إيش تعملت فيما يخص الدواء، مش تلقيح، دواء اللي هو يتعطى نشتكي على الكلوروكين، أي على الكلوروكين على الملاريا. الدواء معناتها التجربة هذه صارت في مارسيليا على 24 مريض بالكورونا، وأثبتت أن هما تحسنت حالته، ولكن الإيتود هذه علميا ماهيش صح. علاش؟ على خاطر انت كيف تعمل ايتود على مثلا 24 واحد يلزمك تاخذ 24 شخص اخر هما اللي تيمواي وما تعطيهمش نفس الدواء هذاك وتشوف هما كيفاش تحسن ولا ما تحسنش، باش تحكم على الدواء هذا ناجح ولا ماهوش ناجح. باش تكون عطيلي 4 مواع هذا ما تعرفش. هاك علاش هو في فرنسا باش يعملوا إتود أخرى على عدد من المرضى اللي هو أكبر من العدد هذا، أكبر من 24، باش يشوفوا نجاعة الدواء. ولا هو عملوا الأسوسياسيون ما بين الزيتروفاكس اللي هو أنتيبيوتيك ومع الكلوروكين، ولكن 24 واحد ماهوش كافي، باش تكون هذوما تحسنوا. ليشانتيون صغير. ليشانتيون صغير برشا. وشانتيون معناتها غير مطابق للقواعد العلمية باش تقول هاو الدواء بالجد هذا قاعد ينفع في المرضى. حاجة أخرى، الدواء هذو عنده مخلفات كبيرة، معناتها التوكسيتي نتاعهم كبيرة، خاصة على العينين، يضر العينين ويضر الشبكية ويضر كذا. هكا علاش أن ننبه المواطنين الكبار اللي فيهم تلاحظ إن فما ناس مشاو شراو وخبوه، وأنا بدي برك كنت ديتيك فارماسي عادوك هكا نسأل فيهم نقول لهم شنو هو الوضع، يقولوا لي ترى تقطع، يعني الناس قاعدة تشري فيه. تقطع ما فهم الناس قبل الكلوروكين. يبقى أبو تلقى اللوتو ميديكاسيون، ما فهم الناس اللي تاخذ الدواء يتنجم حدها. مش يتعطى سو زوردونونس هو. على خاطر ينجم يكون يعطي لشيء هذاك، يعطي مخلفات كبيرة على الناس اللي تاخذ الدواء من راسها. دونك هذا أنا راني ما عندي ما يتقال في الموضوع. سامحني راهو الصوت حتى إيكو كبير قاعد قلقني مش نسمع. اي الصوت يمكن البلاصه اللي انت فيها سي سامي ما فيهاش ريزو برشا، ممكن اي باهي. دونك سي سامي الكلوروكين الى حد الان مازال ما فما حد شيء ياكد النجاعه نتاعو في علاج الكورونا. حاضر، اذا كان باش تصير نجاعه علميه على خاطر الانسان كيما تخش فيه هما شو تصير دي ريكومونداسيون. تصير معناتها مثلا مؤسسه رسميه تعطي الاذن
استعمل الدواء هذا. ما فماش تو عالم اجمع قال تو لا ريكومونداسيون هو الدواء هذا لمده كذا بالدوز الفلانيه. فهمت كثير ديال ريكومونداسيون كيما في الشيموثيرابي كيما في ليزونتيبيوتيك كيما كذا. دونك ما فماش متعب بعدين تو ثلاث ايام ولا تقول الدواء لقمه ولا حاجه يتاخذ على مده سبع ايام جوج جرامات في النهار فهمت ولا ثلاثة جرامات حسب دكتور الوضع هذه تسمى الريكومونداسيون ديتال. بالنسبة للكلوروكين بالزلنا بالتجربة الأولية الأولية اللي يلزم يقع إثباتها علميا واضح واضح يلزم الناس ما ترميش رواحها في حاجات اللي هي مازال ما أكدتش وإلا ناس يقولك أني باش ناخذ تكلفة وقائية لا ردوا بالكم ما يتخذش أتيتر بريفونتيف واضح حتى أتيتر كوراتيف يعني للمداوات مش للوقاية مازال ما يلزمش يتعطى واضح. دونك ننصحوا المواطنين اكثر بانهم يلتزموا باساليب الوقايه ونبعدوا على الادويه هذه. الوقايه ثم الوقايه تشتغل على بعضها ومالوغوزمون انا اكثر حاجه جو ريكوموند هما لو بور دو ماسك هو لبسان الماسك على خاطر ثم برشا ناس اللي هما باش يكونوا مرضى برات لي بورتور تاع يعني هو حامل الفيروس ولكن ما يعرفش روحهم بالفيروس وذاك هو اللي باش يعدي العباد في التجمعات ولا في القهاوي ولا في وسائل النقل وسائل النقل واضح. كان جينا احنا الناس الكل عنده باس ونقول سي دوماج ان الحكومه ما خبطتش في هذا من قبل على خاطر هاكم شفت حتى الفيديوهات في الصين معناتها مصدر الوباء معناتها بلاد كامله الى يومنا هذا الناس كلها لابسه ماسك لابسه ماسك على خاطر ما تنجمش تعرف شكون بريسك ومش بريسك واضح. دونك بون مالوغوزمون هذا ما عملناش واحد يرد باله قدر الامكان ويبعد عن الاماكن المزدحمه وعلى وسائل النقل المزدحمه ولا خشيل كيما العباد سمعته هذا خشيل يزيد بالطابور وان شاء الله ان شاء الله ردي قدر كثير ولكن المؤشرات راهي ماهيش باهيه برشا نقولها لكم خاطر عندي معلومات غير رسميه والمؤشرات ماهيش باهيه واضح. سي سامي شكرا لك على الايضاحات هذه ربي يسترنا وربي يستر بلادنا ان شاء الله. بحرية يعيشك ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور سامي رمادي كان معنا عبر